يعني نرمين اليوم بدنا نحكي عن موضوع بيخص كل شخص فعلا موجود وعايش بهذا البلد. كلياتنا بنعاني منه. كلياتنا بنعاني منه. انت اخر مره تعرضتي للضغط النفسي يوم الصبح؟ معناتها عانينا منه سوا. لكن مثل ما قلنا بمقدمه صباحنا اليوم انه كثير في مطبات وكثير في صعوبات، لكن دائما اراده والتصميم. اكيد صحيح. يمكن الكثير مننا بظل وتيره الحياه المتسارعه والمتطلبات والتحديات بيتعرض للضغط النفسي نتيجة تراكمات بالبيت بالعمل أو حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية. شو هو الضغط النفسي؟ كيف بيتشكل؟ أسبابه؟ الخطورة يلي بيسببها الضغط النفسي وأفضل أساليب إدارته ومواجهته؟ أسئلة كتير بنطرحها على الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ، ماجستير في علم النفس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وأيامك كلها بلا ضغط نفسي مع أنه صعب شوي فرح. خلينا نبلش نعرف المشاهدين شو هو الضغط النفسي وكيف بيتشكل. احنا حنحكي على الضغط ولا الضغوط؟ الضغوط. تمام. الضغط لا يتشكل من موقف صغير، إنما هو تكرار التعرض للموقف، تكرار الشعور بالإحباط هو اللي بيخلف هذا الضغط. فالضغط هو عبارة عن مجموعة صدمات، عن مجموعة إحباطات، عن مجموعة مشاعر سلبية تراكمت. معرف الإنسان كيف هو يتخلص منها، كيف يفرغها بطريقة صحيحة، فهي عبارة عن تكديس من المشاعر السلبية اللي بالنهاية خلفت هذا الضغط اللي هو مؤشر لتدهور الحالة النفسية بالنسبة للشخص. نعم. يعني اليوم طبيعة الناس بتختلف من شخص لآخر. البعض عنده، كل حدا عنده طريقة تفريغ معينة. اليوم هل الأشخاص بتشوفي هنادي الغاضبين بيفرغوا عن غضبهم هني ما أقل عرضة للضغط النفسي أو الضغوطات خلينا نقول، أو كيف؟ حتى التعبير عن الغضب له طريقة. أكيد الإنسان الكل منغضب، الكل منحزن، الكل منحبط، ولكن أسلوب التعبير هو اللي بيختلف هون بين شخص وشخص. بيلعب هذا الدور بنية الشخصية، الظروف المحيطة، البيئة اللي احنا اللي عايشين فيها كتير بتلعب دور، وعدد ومرات دخول لهذه الحالة. نحن بنعرف أول مرة الإنسان بيصاب بموقف ما بيعطي يمكن مشاعر مرتفعة، تكرار هذا الضغط مثلا أو الحدث بيعطي تخفيض بالمشاعر. نعم. مرة اثنين ثلاثة بيصير في عنا مثلا انعدام بالمشاعر، وهي كثير حالة صحية لحنا لنقدر نتجاوز أي موقف سلبي لحنا بنتعرض له، إنه لحنا نواجه ما نضل خايفين ومبعدين عنه. كثير منا بيتعرض لمواقف مثلا هو دائما خايف انه يواجه، فهو بيعاني من حالة ضغط لعدم المواجهة. فإذا كان في هذا الموقف هو بحاجة له انه يتجاوزه، لا يعيش حالة الضغط. احنا دائما بنقول التهيؤ أصعب من المواجهة. نعم. انت وقت قاعدة بحالة استعداد وتهيؤ للمواجهة الموقف مشاعرك بتكون منخفضة أكثر، ولكن مجرد ما فتي بالعمل أو واجهتي انخفضت المشاعر وصارت هون بخبرة والتجارب. هنادي، يعني نعرف البيت الشعر كمان فرح مشهور تعبون كل هالحياة، يعني إجباري حيكون في ضغوط نفسية. صحيح. ما حدا بيعيش مرتاح دائما. صحيح. خلينا نحكي اليوم عن خطورة الإصابة بالضغوط النفسية، وخصوصا نحن عنا في سوريا الوضع مميز دائما. لا حياة بدون ضغوط. صحيح. والشخص اللي بيطلب حياة بدون ضغوط هو شخص ينهي حياته فورا، لأنه مستجدات الحياة ومتطلبات الحياة هي عبارة عن تجارب، وأي تجربة جديدة هي بتولد للشخص ضغط. فحياة من دون ضغوط أكيد ما في، ولكن لحنا نفهم الرسالة من وراء الضغط. حتى المعاناة هي وقت تجي لعنا في من وراءها رسالة، وحتى يمكن كيف نتعامل معه. تمام. فالخطورة هي وقت لحنا ما نفهم هذا الضغط وهذه المعاناة ليش اجتنا. لحنا الحياة عبارة عن رسائل، والرسالة هي المشاعر اللي بتجيكي. فمشاعر المعاناة تجاه أي شخص اللي هي حتتطور لضغط، هون الشخص لازم يفهمه أنه أنا ليش اجتني. فنوع من أنواع الضغوط السلبية هي مثلا حدوث وفاة، فهذا تمام، يعني الإنسان حيفوت بحالة من الحزن، حالة من الإحباط. ولكن حتى الضغط فينا لحنا ضغط إيجابي، هو ضغط الامتحان، القلق اللي بيصيب الطالب قبل الامتحان أو قبل أي تجربة جديدة، فهذا يستفيد منه الشخص لأنه عبارة عن ضغط تحفيزي. ليست كل أنواع الضغوط هي ضغوط سلبية، في منها ضغوط إيجابية، ونحاول نحن الضغط السلبي نقلبه لا هو عبارة عن خبرة وتجاوز لمرحلة. لأنه نحن إذا منلاحظ أنت دائما بتتعرضي بالحياة لنوع من الضغط، هو بينقلك لمرحلة ثانية من الحياة. نعم.
في منعطفات للحياة إيجابية ومنعطفات سلبية، فنحاول نحن التغيير يكون عن طريق المنعطفات الإيجابية اللي بنتعرض لها، لا نخلي حدث سلبي مثلا فشل، إحباط، وفاة هي اللي تعمل نقلة التغيير. لأنه الإنسان إذا ما بيتغير حيجي نوع من الضغوط، نوع من المعاناة تجبره على التغيير، لأنه الحياة هي كلها متغيرة. فالإنسان اللي بيضل واقف محله بالعكس حيزيد نوع الضغط عليه. فالخطورة أنه نحن ما نفهم الأعراض النفسية والجسدية والذهنية اللي بتجي نتيجة الضغوط. في مؤشرات اللي احنا بتجي، فالشخص اللي يعاني ضغوط هو سريع الانفعال، ردة الفعل الانفعالية بتجي لا تتناسب مع الموقف. تلاقي إنسان مثلا طول النهار هو بالعمل، ضغط 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 ضغط، حيروح في محل احنا بدنا نقول بده ينفس هذا الضغط. فحنشبه لحنا تحمل الشخص مثل هالكرة، فهي من الصبح عم تتعرض للضغط ضغط ضغط، بالنهاية هي بدها تتعرض لضغط قوي، بدها تصيب بحالة انفجار. فلحنا كل ضغط نحاول نفرغه، نعمل تنفيس. كل إنسان عنده مخارج، هو بيعرف كيف يخرج حاله من هذا الضغط. ولا ننتظر الأزمات، مثل ما هلأ نحن أنتوا ذكرتوا، نحن أكيد نحن اليوم عم نعاني من أزمات، فمثلا أزمة الوقود، أزمة اليوم شفنا تعامل طريف مع هي الأزمة. تمام. يعني هذا الشيء فعلا تعليقات إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات نزلت كتير غريبة، إنه فعلا قدي السوريين قدي مر علينا أزمات بمختلف أنواعها، بنزين، كهرباء، مي، يعني بمختلف أنواعها، وعم يتم التعاطي معها أحيانا بروح فكاهية، أحيانا بسخرية، وعم نطلع منها ونرجع بأقوى من قبل. قدي هذا الشيء مهم اليوم، نحن لأنه مثل ما قلنا مرقنا بالأشد، فاليوم هذا شديد لحنا اللي عم نمرقه، لكن اللي كان أشد، فهون درجة التحمل عند الشخص اختلفت. ولكن مع هيك بيختلف شخص لشخص. نحن إذا اليوم نراقب الشارع السوري، في ناس أخذوها نوع الفكاهة المزح، في ناس لا عم تصاب بأزمات قلبية، فهون تختلف درجة تحمل كل شخص حسب الموقف الضاغط بالمرونة النفسية اللي هو بيتمتعها. فهي عبارة عن حصيلة حياة. يعني اليوم نحن شخص كتير عصبي ونزق، ما فينا نقول له مثلا وقف 10 ساعات انتظر دور على شيء معين. أما في شخص تاني بيتقبلها بيقول لك عنده نوع من الرضا، بيكون مرتفع انه هاي الظرف علي وعلى غيري، انا بدي كفي. فهون كتير بتر العكس قديش هو مرن وطبيعة الشخصية اللي هو بني عليها بالسابق، مو اليوم. نحن ما فينا نبني بالأزمة. تمام. هنادي، طيب بدنا نحكي نحن يمكن مو كتير مثاليين او دائما نقدر نكون مثاليين. أكيد. فرح، كيف الآلية بدنا نتعامل فيها مع الضغط؟ يا ترى الآلية تكون انه نحن نفكر بعقلنا، نحيد مشاعرنا، نتقبل اول شيء الواقع مثل ما هو، شو هي الآليات اليوم اللي لازم نتبعها لنخفف شوي من الضغط النفسي؟ نحن هنحكي على الضغط بشكل عام وليس بوقت الأزمات، لانه بالأزمات بيكون في عنا حالات طوارئ وأسعافية. الضغط بشكل عام، حتى ما يتشكل الضغط، أول شيء نحن بننصح بالنوم. النوم 8 ساعات لابد منه، لأنه مهما كان الإنسان شخص يمتلك المهارات، عنده التدريب النفسي العالي لمقاومة الضغوط، في حال هو صار عنده اختلال بالنوم فهو أكيد نهاره كله حيكون مكركب وما عاد يلقى شيء. فالنوم 8 ساعات حتى للناجحين، للأشخاص، والنوم العميق، يعني النوم اللي نحن من 4 إلى 5 ساعات بيدخل الإنسان بحالة نوم عميق. فهو بيكون هون شخص عنده حالة من الهدوء الذهني. ولكن الشخص اللي بيضل كل شوي بيقوم كل نص ساعة، هون في عنا بيكون الضغط بلش يعطيه مؤشرات أنه انتبه، أنت في عندك هون بلشت تدخل مرحلة الخطورة. الأكل الصحي كمان هو أحد علاجات الضغط. أهم شيء بالنسبة للضغط عدم تكرار استخدام نفس الأسلوب. يعني كيف عدم ده؟ يعني الشخص مثلا جرب أسلوب معين أدى به إلى الفشل، هيكرر هذا الأسلوب، هو فات بموقف إحباط، كرر الأسلوب نفسه بالطريقة نفسها بالتوقعات نفسها، تعطينا النتيجة نفسها. فإحنا ليش قلنا الضغط هو عبارة عن تكرار بمحاولات فاشلة. فأهم شيء إحنا لنتخلص من الضغط نحاول نغير الأسلوب. يعني أنا هاي النتيجة دائما هي عم توديني للفشل بكررها. فأسلوب الشخص وطريقة تفكيره وطريقة هو شو بيتمتع من أساليب كتير عامل وقائي إنه هو ما يقع بالضغط. فهي نقطة هامة. إحنا أيضا إحنا بنقول ممارسة الرياضة،
الأكل الصحي، ممارسة الرياضة، التأمل، الاسترخاء، العبادات الروحية، كل الموسيقى، الرسم. كل شخص عنده هو نوع من أنواع اللي هو بتدخل له الحريرات النفسية اللي هو بيقدر يرفع مشاعره. فكل شخص يبحث لولا 5 دقائق 10 دقائق كيف هو يقدر ينفس هذا الضغط، لأنه كثر الضغط هو حيولد للقلق، القلق حيعطي اكتئاب، الاكتئاب حيعطي أفكار انتحارية. يعني نحن مشكلة صغيرة حتصير عنا تؤدي إلى نتائج ومشاكل كبيرة. كل شخص اليوم ينتبه لرسالة هذا الضغط الصغير اليوم اللي عم بيجي لا يراكمه، لأنه هو حيؤدي في حال إهماله إلى حالة مرضية. نعم، يعني هنادي دائما نحن بنحكي إنه في أشخاص بحياتنا بيعطونا نوع من الطاقة الإيجابية ونوع من السعادة، بس مثل نرمين أنا وقت بتصبح فيها بيكون يومي عن جد مميز إذا حصرناها بمكان الشغل. يعني في أشخاص فعلا إيجابيين رغم ضغوطات العمل، إذا بدنا نحكي على مستوى صغير اليوم ضغوطات العمل كتير كبيرة، أشخاص فعلا إيجابيين وأشخاص بطبعهم سلبيين كتير، يعني ممكن يقلبوا الجو كله لضغط وتوتر. قد ايه بتنصحي الشخص يلجأ لهدول الأشخاص الإيجابيين ويحاول يحيط حياته فيهم؟ احنا دائما بنقول الايجابي لا يتاثر بالسلبي مهما كان، ففي حال كان عندنا تاثر شديد بالسلبيين احنا نراجع نفسنا، لانه احنا القاعده دائما بنقول ابدا بنفسك. اذا انا شخص ايجابي وتفكيري بالنظاره البيضاء اللي انا دائما لابسها ما حيأثر علي حدا، ولكن ممكن اتاثر بالظرف ولكن ما عيش فيه، يعني عيش حاله انفصال. احنا دائما بنقول لا تدخل لداخل الحدث لانه حيأثر فيك. فوقت نعيش احنا من برا كمراقب احنا ما بنتاثر بهدول الاشخاص. وبدي احكي على شغله، ضغط العمل حاله صحيه كثير، لانه هي عباره عن ضغط خارجي. الضغط الكبير هو الضغط الداخلي، هو ضغط المشاعر والافكار. فنحن وقت نعيش حاله ضغط خارجي بالنسبه للظروف نحن كثير عايشين بحاله صحيه، بحاله من الانتاج، لانه لولا هذا الضغط معناته نحن انسان عاطل عن العمل. فبالعكس هو الانسان يستمتع بهذا الضغط وينظم وقته ويعرف كيف هو يعرف بس كيف يفرغ هذا الضغط. يعني هنادي دائما مثل ما نقول إذا صغرها بتصغر كبرها بتكبر، يعني هي أسهل آلية وأبسط آلية. أكيد الأخصائية النفسية هنادي سلاخ ماجستير في علم النفس، شكرا كتير إليك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا إليك مرة تانية، ونوع من الطاقة الإيجابية فعلا والسعادة دائما هنادي بتكون مرافقتنا لما بتكوني موجودة. شكرا إليك.